سفير فرنسا لدى لبنان عام 2006 برنارد إيميه الذي عاصر حرب تموز ومفاوضاتها هو نفسه كلف رسمياً بعد أن بات مديراً عاماً للأمن الخارجي مهمة التفاوض مع حزب الله لضمان أمن إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى. تفيد معلومات خاصة بموقع لبنان الكبير أن إيميه يقايد أمن إسرائيل باسترجاع الأراضي المحتلة، وأن الإسرائيلي بعد حرب غزة لن يترك حدوده الشمالية والجنوبية مهددة. وفي المعلومات أيضاً العرض الفرنسي يطرح استعادة لبنان أراضيه المحتلة من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر مقابل تنفيذ القرار 1701 والتزام إعلان المنطقة الجنوبية منزوعة السلاح بعمق 30 كيلومتراً من الأراضي اللبنانية ودمج المقاومة بالجيش. من ثم تحدد الدولة اللبنانية خيارها من العلاقة لاحقاً مع إسرائيل، سلام أو لا سلام. مصادر ثنائي الشيعي تعلق عن ذلك وتقول إن الطرح لا ينطبق وروحية القرار ونصه، فأعمال المقاومة مشرعة في البيانات الوزارية ولا سلاح ظاهراً في الجنوب، وإسرائيل تحت الأراضي اللبنانية تخرق السيادة كل يوم قبل 7 من تشرين الأول وبعده، وأن أي منطقة منزوعة السلاح في الجنوب يجب أن يقابلها في شمال إسرائيل وبالعمق نفسه، وأن حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك وعلى المجتمع الدولي تحويل ضغوطه على الجانب الإسرائيلي لإلزامه احترام 1701.